عبر خدمة سكايب من نيو جيرسي ينضم إلينا الدكتور جابريل صومة، عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. دكتور جابريل صومة، ما الذي اختلف في مفردات خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المؤتمرات الصحفية الأخيرة على مدار الأيام العشر الماضية وبين المؤتمرات الصحفية التي كان حريصا عليها دونالد ترامب منذ بدء انتخابه؟ مرحبا لك وللمشاهدين الكرام. أهلا. الرئيس ترامب اليوم يختلف عن ترامب منذ 10 أيام، لأنه استطاع في الوقت الحاضر أن يؤمن اقتصاد جيد جدا بالنسبة للولايات المتحدة. كما تعلم، البورصة المالية أو الأسواق المالية هي في ارتفاع جيد وارتفاع تاريخي لم نجد مثيله. كذلك الوضع على صعيد الوظائف في أمريكا، على الرغم من مأساة كورونا والوفيات التي حصلت والإصابات الكبيرة، إلا أنه يبدو بأن الاقتصاد يتحسن والوظائف العامة تتحسن كثيرا، كذلك الوظائف الخاصة في الشركات. هناك أيضا مسألة مهمة جدا، البوليس في المناطق التي يحصل لكن قبل فيها اضطرابات. قبل الذهاب إلى العلاقة مع أجهزة الشرطة دكتور جابريل، الخطاب القائم على فكرة أنه لم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة أن سجلت معدلات بطالة متدنية كما يحدث الآن، لم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة أن شهد سوق المال قفزة كما يشهد الآن، لم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة أن عمل السود معاملة حسنة ومثالية إلا كما يحدث الآن. هل يعني هذا الإطلاق يبدو مقنع بالنسبة للمواطن الأمريكي غير المنتسب إلى أي من الحزبين؟ صح، هذا مقنع جدا. تصور أن الرئيس في نهاية هذا الأسبوع سوف يلقي خطابا في محل أرينا، يعني في ملعب مغلق يتسع لهذا الملعب 19,000 شخص. إلى الآن تسجل أكثر من 800,000 شخص. 800,000 شخص طلبوا بطاقات لحضور خطاب الرئيس. الملعب يتسع ل 19,000 شخص. بايدن في أحلى أيامه لا يجد أكثر من 170-180 شخص يحضرون خطاباته. إذا الرئيس، القاعدة الأساسية للرئيس الشعبية لا زالت قوية جدا، وهناك اهتمام كبير في الناس الذين لا هم من الحزب الديمقراطي ولا من الحزب الجمهوري، المستقلين. يبدو أن 80% من المستقلين لا يرضون بما يجري في الوقت الحاضر من دمار للاقتصاد، من حرق للمحلات، من سرقات تجري في ظل يعني التوافق حزب الديمقراطي عليها. حتى لو قالوا ان كل ما استعرضته وما يئن منه الرئيس الامريكي لم يكن الا ردة فعل. الرئيس الامريكي هو عنده قاعدة شعبية قوية اكثر مما يعني الناس يتذكرون. 63 مليون شخص صوت للرئيس، 63 مليون سوف يصوتون له من الحزب الجمهوري، وهناك المستقلين الذين 80% قد يصوتون له. إذا لا حظ للديمقراطيين في النجاح في الانتخابات، حتى أن هناك قسم كبير من الحزب الديمقراطي يعتبرون بأن جو بايدن غير مؤهل ليكون رئيسا للولايات. لماذا يسيطر هذا الأمر على رأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي الغالب على أغلب قيادات الحزب الجمهوري؟ الأزمات عندما ترتبط مثلا بالاقتصاد الأمريكي على خلفية تداعيات أزمة كورونا أو بعض المشكلات الأمنية، هذه مشكلات من المفترض أن تواجه الدولة وعلى أجهزة الدولة وفق نسقها الطبيعي والاعتيادي أن تتعامل معها. لماذا بدا الهاجس المرتبط باستغلال الديمقراطيين وبالحشد الانتخابي المضاد مثلا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسيطرا إلى القدر الذي دعاه حتى ليكتب موعدنا نوفمبر المقبل؟ والما السبب الرئيسي الذي يجعل الناخب الأمريكي يصوت للرئيس المقبل هو الوضع الاقتصادي في البلد. وإذا كان الوضع الاقتصادي في البلد، وهذا ما يعرفه الديمقراطيون جيدا، إذا كان الوضع الاقتصادي في البلد يتحسن فهذه تعتبر إيجابية بالنسبة للانتخابات بالنسبة للرئيس ترامب. ويبدو أن هذا ما يحصل في الوقت الحاضر، نجد أن الوضع يتحسن. الحزب الديمقراطي أثناء أزمة كورونا كان يريد أن يغلق الأسواق الأمريكية، أن تبقى الأسواق الأمريكية مغلقة، ولكن الرئيس
وإصراره على فتح الأسواق يبدو أنه ينجح في تلك السياسة. يعني تصور أنه اليوم كنت أسوق السيارة وتجد على الهايوي سيارات عديدة لم أكن أجدها قبل هذا الوقت. هذا يعني بأن المحلات بدأت تفتح، المطاعم بدأت تفتح، يعني هناك حركة تجدها في الأسواق الأمريكية لم نجدها منذ 3 أشهر. دكتور جابريل، الرئيس الأمريكي وهو يتحدث ويستعرض أيضا في حجم مآثر فترته والقفزات الاقتصادية التي تحققت وفرص التوظيف التي جرى توفيرها والقفزات الهائلة التي تحققت في سوق المال الأمريكي، يقول لكن للأسف أتى كورونا أو أتى الفيروس، الأمر الذي كان له تداعيات وخيمة على معدلات فقد الوظائف وعلى مستوى تردي الحال الاقتصادي والمعيشي لقطاعات من الأمريكيين. يعنى الناخب الأمريكي مثلا بالمشهد الختامي ولا سيقيم ما يقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رغد العيش الذي كان يسعى لإيصاله للمواطن الأمريكي؟ طبعا كورونا أثرت كثير على الاقتصاد الأمريكي. كان في أحد الأوقات كان هناك أكثر من 40 مليون أمريكي عاطل عن العمل، ولكن وجدنا بأنه على الرغم من أن الاقتصاديين الذين يعملون في البنوك وفي إدارة الأموال كانوا يقولون بأنه سوف يزيد العدد إلى 48 مليون عاطل عن العمل، ولكن تبين أنه في شهر مايو عندما ظهرت الإحصاءات تبين أن الوضع تحسن كثيرا. بدلا من أن نفقد 8 ملايين إضافي عن العمل، وجدنا بأن الاقتصاد الأمريكي استوعب، زاد عدد الموظفين إلى 2.5 مليون، وفي الأسبوع الماضي زاد إلى حوالي 0.5 مليون. طيب، في هذه النقطة دكتور جابريل، هو الرئيس ترامب قال نحن وفرنا أو ساهمنا في توفير 2 مليون وظيفة إلى الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الماضية، لكن إذا كان الأمر مرتبط بقرارات الفتح من جديد فالأمر سيكون أيضا مرتبط بحكام الولايات الذين قد يكون من بينهم الديمقراطي أو الجمهوري. لماذا يؤخذ الأمر بأكمله على أن الرصيد سيذهب للرئيس ترامب؟ لا، أنت تتذكر جيدا بأن الحكام في الولايات الديمقراطية مثل نيويورك، مثل كاليفورنيا، مثل واشنطن، ولاية واشنطن، كانوا يريدون بأن تبقى الأسواق مغلقة لكي لا ينجح الرئيس في الانتخابات القادمة، ولكن يبدو أن المتاجر والمصانع والشركات التجارية تريد فتح الأسواق، ويبدو أن الأماكن التي فتحت فيها الأسواق مثل جورجيا، مثل فلوريدا، يبدو أن الحالة الاقتصادية عادت ليس كما المستوى الذي كان فيه، ولكن هي حركة اقتصادية إيجابية تتحسن يوما بعد يوم. لماذا تختار جورجيا تحديدا وأنت تدرك ما يجري في أتلانتا مثلا دكتور جابريل؟ في جورجيا للأسف الشديد هذا البوليس الذي قتل ذلك الشخص كان بإمكانه إذا وجد أنه نسبة الكحول في جسمه عالية جدا كان بإمكانه أن يتصل بأهل هذا الفقيد ويخبرهم بهذا الأمر. مرته أو أخوه أو أولاده كانوا بيقدروا يأخذوه على البيت بدون أن يطلق الرصاص عليه. للأسف الشديد أطلق الرصاص، هذا كان بإمكانه أن يتفادي ذلك، ولكن الأسواق في جورجيا كانت في تحسن جدا عندما حدثت هذه الحادثة يوم الجمعة الماضي. أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور جابريل صومة عبر سكايب من نيوجيرسي، عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معقبا عن أبرز أو على أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للرئيس دونالد ترامب الذي وقع بدوره مرسوما تنفيذيا يتحدث أو يقتضي به الحديث عن معايير جديدة ترفع من مستويات الكفاءة لجهاز الأمن في الولايات المتحدة الأمريكية.